قدم أبناء قبائل مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء قافلة غذائية وتموينية ومبالغ مالية وكذا عدد من المواشي دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية الصامدين بالجبهات. سير أبناء مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والفداء. وأوضح وجهاء أبناء مديرية الرياشية أن القافلة التي تشمل مواد غذائية وتموينية ومبالغ مالية إضافة إلى المواشي تأتي في إطار دعم أبناء المديرية ومساندته لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال. هذا هكذا ما قدموها أبناء مديرية الرياشية من دعم وليست الأولى، وهذا إن شاء الله أقل من جهد قدموه، إن شاء الله سوف نمد بالرجال والمال كل ما نمتلك. أبناء ومشايخ وجهاء مديرية الرياشية أكدوا من خلال مواقفهم الإيجابية في مواجهة قوات حلف العدوان الغاشم وتبرعاتهم السخية لمساندتها لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسجلون أروع الملاحم البطولية في ميادين الدفاع عن الوطن. ندين حق الجواد الجال على الجال، كذلك لا ديننا ولا عروبتنا ولا إسلامنا يشير أو يأتي بهذا القبيل أن تقتل الأطفال وتقتل النساء ويقتل الشيوخ داخل بيوتهم، فلا ديننا ولا عروبتنا تقوم بهذه الأعمال الشنيعة. فنحن أخوة الإسلام، أخوة الدين، لكن خرجوا عن إطار الحق وعن إطار المبادئ والضمير والإنسانية. ونحن كذلك نقول أن السعودية تحمل شعائر الدين، هي تقوم بهذه الأعمال الشنيعة. لقناة اليمن من اليمن علي عشيش محافظة البيضاء.